الشكر والتقدير للجماهير الرياضيه رياضي محافظه المثنى على تكريمهم لفريق ازويتي. طبعا هذا التكريم يدفعنا انه نقدم اكثر. من تشوف ناسنا واهلنا يعني مندمجين ويساهمون ويانا ويشجعوننا، هذا يدفعنا للتقديم الاكثر. طبعا باسم قناتكم الكريمه قناه المربد نقدم لهم كل الشكر والتقدير. طبعا فريق ازويتي مجرد وسيله بينهم بين المريض، وان شاء الله احنا مؤتمنين. طبعا احنا وصلنا للحاله رقم 93 3 مليارات و200 مليون قدرنا نجمع بفضل تبرعات اهلنا وناسنا. ولا تنسى محافظتنا تعتبر الاولى بالفقر 54%، ولكن كبيره بعطائها وكرمها وجودها. انا اقدم لهم الشكر باسم فريق عزوتي على دعمهم. طبعا احنا لو مو دعمهم ما نستمر، والحمد لله والشكر بفضل دعمهم وكذلك الاحلام الحر الشريف وصلنا الى ما وصلنا. ان شاء الله الله يجعلها ميزان حسناتهم. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، صدق الله العلي العظيم. تشير الايه الكريمه الى انه من ينقذ حياه انسان كأنما أحيا حياة الناس جميعا، فما بالك بهذا الفريق الإنساني الذي عمل على إنقاذ حياة 100 مريض مصاب بالفشل الكلوي. فأكيد مكانتهم عظيمة وأجرهم كبير جدا. فاليوم رياضي محافظة المثنى ارتئينا أن نقيم حفل لتكريم هذا الكوكب الإنساني الذي عمل على إنقاذ حياة المرضى الفشل الكلوي. حقيقة أي شيء تقدمه اتجاه هذا الفريق فهو قليل، باعتبار انه العمل اللي يقومون به العمل الانساني اللي كان مقدمته اللي هو انقاذ حياه الكثيرين في هذه المحافظه، واكيد محافظه منكوبه وفقيره فتستحق ان من يقف معها، خصوصا ابناء جلدته وابناء مدينته هي من تقف معها. فمن خلال التكافل الاجتماعي ومن خلال الروح اللي صنعها واللي ولدها بداخل ابناء المحافظه هذا الفريق الكبير بعمله بعطائه، فنحن نقف اجلالا واكبارا لهم، ونأمل ونتمنى أن تكون هناك التفاتة أخرى قد تكون من الجهات المسؤولة اتجاه مرضى الفشل الكلوي، ولو بإمكانيات بسيطة، قد يكون مقر للغسيل أو ما شابه ذلك أو توفير العلاجات. مع أمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد.